تعالوا بقى نروح للجنة الشباب بالنادي الأهلي. والحقيقة برضو كالعادة كلمة حق لازم تتقال، اللجان المختلفة في النادي الأهلي كل يوم والتاني بيثبتوا إن هم على نفس يعني قدر المسؤولية، كلهم بنفس الدرجة حقيقة، يعني اهتمام كبير جدا بتنظيم فعاليات مختلفة تهم كل الأطراف وتهم كل أعضاء النادي على كل الأصعدة، فنيا تثقيفيا توعويا رياضيا ترفيهيا إلى آخره. الخبر اللي عندنا ليه علاقة بالنادي الأهلي وباللجان المختلفة بالنادي الأهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنة العليا للجان وطبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية، نظموا دورة باسم عائلة الأهلي للشطرنج. تعالوا نتعرف على التفاصيل. ايفنت النهارده احنا كان نظمنا دوره عائلات الاهلي للشطرنج، دي الدوره الثانيه اتعملت على مدار على الثلاث في الثلاث فروع. بدانا في شيخ زايد يوم 2 يونيو، مدينه نصر يوم 3، امبارح كان في الجزيره يوم 9، والنهارده 10 الفاينلز ما بين الثلاث فروع. اشترك معانا اكثر من 100 لاعب. النهارده البطوله الفاينلز بتاعت لجنه بطوله الشطرنج الثانيه في النادي الاهلي، هي اتعملت على 4 ايام، اول يوم كان في نادي الاهلي في الشيخ زايد، تاني يوم كانت في اهلي مدينه نصر، امبارح كانت هنا، والنهارده النهائيات على مستوى الثلاث افرع. نتمنى ان هو بعد هذه التجربه الرائده انه يكون فريق من التصفيات اللي تمت، اختار احسن العناصر لتكوين فريق يشترك بيه في الدوري عندنا، وده هيدي قوه للدوري لان نادي الاهلي اسم كبير واسم عريق. اصلا لعب شطرنج كان بالنسبه للدوري او بره كنت بلعب، وكنت اتمنى ان النادي الاهلي، يعني بما اني عضو في النادي الاهلي كان نفسي ان هو يبقى فيه نشاط. الفكره كويسه جدا لان احنا كنا مفتقدين فكره ان الاحتكاك، الشطرنج محتاج احتكاك وانك تقابل ناس من مستويات مختلفه. البطولة حلوة وكده، واتمنى ان النادي الاهلي يعملها كتير يعني، واتمنى ان النادي الاهلي يعمل اكاديمية ولا يعمل فرقة عشان تلعب ضد في الدوري والحاجات كده. اللافت للنظر حقيقة عدد تحت السن، يعني عايز اقول لك اللي اتأهل للفاينلز النهاردة 14 لعيب تحت 16 سنة، فدي بالنسبة لي انا انديكيتور حلو قوي.